ينبغي أن نفهم النار والجنة في الآخرة فهما واسع الأفق، فالنار في الآخرة ليست شواية، وليس ما يجري فيها هو الحريق بالمعنى الدنيوي، فالله يقول: إن المذنبين في النار يتكلمون ويتلاعنون، وإن النار فيها شجرة لها ثمر، هي شجرة الزقوم التي تخرج من أصل الجحيم، كما أن فيها ماء حميما يشرب منه المعذبون، مثل تلك النار التي فيها شجرة وفيها ماء ويتكلم فيها الناس، لا بد أنها نار غير النار. قال تعالى: كلما دخلت أمة لعنت أختها، حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم: ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار، قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. إنهم يتكلمون وهم في النار، وهي نار كما قال الله تعالى: وقودها الناس والحجارة. هذه النار إذن هي من قبيل الغيب، وما ورد عنها إشارات، ولا يجب أن يفهم من هذا الكلام أننا ننكر العذاب الحسي ونقول بالعذاب المعنوي. إن العذاب الحسي صريح لا يجوز الشك فيه، ونحن نؤمن بوجوده، وإنما نقول إن تفاصيل هذا العذاب وكيفيته، كما أن كيفية تلك النار وأوصافها التفصيلية، هي غيب مجهول، فهي على ما يبدو في الإشارات القرآنية نار غير النار، كما أن أجسامنا في تحملها لتلك النار هي غير الأجسام الترابية الهشة التي لنا الآن. ونفس الشيء في الجنة، فهي ليست سوق خضار وبلح ورمان وعنب، وإنما تلك الأوصاف القرآنية هي مجرد إشارات وضرب أمثلة وتقريب إلى الأذهان. قال تعالى: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه. مثل الجنة، أي أننا نضرب مثلا يقرب فهم الجنة إليك، ولكن الحقيقة أن التفاصيل غيب. قال تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وقال عز من قائل: جنة عرضها السماوات والأرض، فهي لا يمكن أن تكون مجرد حديقة. وقال تعالى: وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة، فهي غير فاكهتنا المقطوعة والممنوعة. وخمر لا يصدعون عنها ولا ينزفون، فهي غير خمرنا التي تصدع الرأس وتنزف العقل. ويقول القرآن عن أهل الجنة: ونزعنا ما في صدورهم من غل. ها هنا نفوس طهرت بطريقة لا نعلمها. الجنة إذن هي الأخرى غيب، وليس في هذا الكلام أي إنكار للنعيم الحسي، فنحن نؤمن بأن الجنة نعيم حسي ومعنوي، كما أن النار عذاب حسي ومعنوي، ولكن ما نريد تأكيده أن تفاصيل هذا النعيم أو العذاب وكيفياته غيب، وأن الجنة ليست سوقا للفاكهة والخضار، ولا النار فرنا لشوي اللحوم.